السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة طيور فوق السطح. يا رب تكونوا جميعا بخير، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة في الفيديو ده احنا جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا، ملوش علاقة بالإنتاج لكن ليه علاقة بالطعم. ازاي تخلي طعم البيض بتاع اليومين دول اللي هو مختلف تماما عن طعم البيض بتاع زمان يبقى زي البيض بتاع زمان ويبقى اطعم منه كمان. ناس كتير قوي بتتساءل ليه البيض بقى طعمه، مش عايزين نقول وحش، ولكن طعمه مش زي بتاع زمان. بتاع زمان كده البيض زمان كان له طعم مختلف تماما وله نكهة مختلفة تماما وكان شهي جدا عن البيض بتاع اليومين دول. اكيد في سبب رئيسي وهو سبب واحد له علاقة بطعم البيض وهو المؤثر المباشر في تغيير طعم البيض، هنتعرف عليه النهاردة وهنقول ازاي ممكن نحل المشكلة دي وايه البدايل لو احنا غيرنا وعملنا الحلول دي. فلازم نركز في كل التفاصيل بتاعت الفيديو، لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. قلنا لكم كتير قوي ان تربية الطيور بتبدأ باننا اول شهر بنقدم علف للطيور، تمام؟ بنقدم علف شهر وبعد كده ممكن ندخل بقى باقي الاكلات المختلفة من خضروات متنوعة ومن يعني شامي، بواقي اكل عندنا عيش مدشوش او مطحون او مفروم على حسب حالته، اي حاجة بقى عندنا، بواقي خضروات، بواقي فاكهة، قشور الفاكهة. اتكلمنا برضو عن حاجات بتزود انتاج البيض وبتغير في طعم البيض، قلنا ان السمك وبواقي السمك بيغير في طعم البيض لكنه مش بيحليه ولا بيخليه وحش، يعني هو بيغير في طعم البيض، بيخلي كده طعم البيض مختلف شوية عن اللي احنا متعودين عليه اليومين دول. لكن طبعا الناس القديمة، الناس الخبرة، الناس اللي بتربي من زمان عارفة كويس قوي ان البيض زمان كان له طعم مختلف. البيض زمان كان له طعم ألذ بكتير قوي من البيض بتاع اليومين دول. مش بس البيض، البيض والطيور نفسها. الطيور نفسها مش هنعرف نعالجها ونرجعها زي بتاعت زمان لانه خلاص يعني عاملة كده زي الاجيال بالظبط. البني ادمين نفس الكلام، البني ادمين كل ما بيروح الزمن وبيمشي الزمن بيبقوا للأسف يعني للأسوأ. زمان كانوا انقى وافضل. كمان برضو الطيور كانوا زمان اشهى بكتير جدا ودلوقتي بقى طعمهم اقل شهية واقل جمال واقل لذاذة. لكن لو هنتكلم عن انتاج البيض تحديدا فده ممكن نتعامل معاه ونعالجه بنسبة ما ونحاول كده نقرب من طعم البيض بتاع زمان وشهية البيض بتاع زمان ونكهة البيض بتاع زمان، لانه طبعا اللي فاكر طبعا اللي داقه وكله. يمكن مش كلكم مربيين من زمان لكن اكيد كنتوا وانتوا صغيرين بتاكلوا البيض بتاع زمان وانتوا اطفال. لو انتوا مثلا شباب دلوقتي وبتكلموني فاكيد وانتوا اطفال فاكرين طعم البيض القديم بتاع زمان اللي اهلنا كانوا بيقدموه لينا سواء مقلي او مسلوق او باي طريقة كانت. فالسر في حاجة بسيطة خالص يعني مش هتتخيله، هي ايه السر؟ في الاكل اللي بنقدمه للطيور بتاعتنا. زي ما السمك بيؤثر على طعم البيض وبيؤثر على طعم الفراخ نفسها، فبرضو في اكلات تانية احنا بنقدمها للطيور بتاعتنا بتؤثر على طعم البيض، وفي اكلة احنا بنقدمها باستمرار هي اللي بتخلي طعم البيض كده على طول ما يتغيرش ابدا، وهي العلف. هتقول لي ازاي بقى ونعمل ايه؟ ما احنا لازم نقدم العلف في الشهر الاول بتاع النمو علشان خاطر الفراخ تكبر وتنمو بسرعة وما يحصلش مشاكل نمو وتلحق تبيض وي. هنقول لك عندك حق، لو انت عايزها تبيض بسرعة لازم تستخدم العلف، لكننا لازم نخسر حاجة مقابل حاجة، لازم نخسر سرعة انتاج البيض في مقابل اننا ناخد بيض انتاجه كويس. مدام انت ربيت الفرخة بتاعتك على العلف من البداية فخلاص كده عمرك ما هتاخد منها بيض كويس حتى لو غيرت الاكل فيما بعد، لانها خلاص اتأسست على العلف وبقى جزء كبير من جسمها، فخلاص يعني كل الانتاج بعد كده هيبقى طعمه عادي جدا زي البيض اللي احنا بناكله اليومين دول. لكن لو اسست الطيور بتاعتك على
اكل تاني غير العلف، خضروات وعيش ودشيشة وحاجات كده تكون مفرومة ناعم، وهي صغيرة طبعا تكون مفرومة ناعم جدا علشان نعودها عليها وتعرف تاكلها. لو انت اسستهم على الاكل ده اعتقد انك هتأخر انتاج البيض، والفراخ بتاعتك هتبيض في وقت متأخر، يعني ممكن على 6 شهور كده، لكن طعم البيض نفسه هيبقى مختلف تماما وهيرجعك لطعم البيض بتاع ايام زمان بالظبط. ده لانك فقط غيرت الاكل اللي انت بتأكله للطيور، والسر في تغيير العلف نفسه. لما تغير العلف وتحوش العلف خالص وتقدم اكلات تانية زي مثلا الرز، زي الشعير، زي الدشيشة، زي الخضروات، انت ممكن تقدم كل الاكلات دي، وممكن على شهر ونص تبدأ تقدم الشامي. الشامي الصحيح ممكن تقدمه وهيكون مفيد جدا ليهم، وهيعرفوا ياكلوه وكل حاجة مش هيضرهم بأي شكل من الاشكال. لكن في اول شهر احرص انك تقدم الحاجات دي ناعمة، يعني يكون مطحون ناعم علشان خاطر يعرفوا ياكلوه وهم في سن صغير، بعيدا طبعا عن الشامي، انا بتكلم عن الخضروات والدشيشه والعيش المفروم والحاجات دي كلها لازم تتقدم ناعم. الفكره بقى من الفيديو بتاع النهارده انك هتخسر حاجه مقابل حاجه، هتخسر انك هتستنى شويه لحد 6 شهور عقبال ما الفراخ بتاعتك تبيض، مقابل ان الفراخ بتاعتك هتبيض بيض بطعم زمان، بشهيد زمان، بنكهه زمان. مش مصدقنا؟ ممكن تجرب، مش هتخسر حاجة، وانا واثق انك هتدعمنا في الاخر، لانك هتلاقي الفراخ بتاعتك بتبيض بيض مختلف تماما تماما تماما، هيرجعك للبيض بتاع زمان، وهيرجعك لايام زمان، وهتقعد تفتكرها كده وهتدعمنا، لانه فعلا الموضوع يستحق التجربة، والموضوع مجرب واحنا مش بنقوله من فراغ. في جزء من الموضوع مش هيتغير، في جزء من النكهة مش هيرجع، مش كل النكهة هترجع ومش كل الطعم هيرجع، لكن في جزء صغير مش هيرجع، لان الطيور نفسها اتغيرت، الفراخ نفسها اتغيرت، مش هي هي الفراخ بتاعت زمان، فطبيعي مش هيرجع لك الطعم بنسبة 100%، لكنك هترجع منه جزء كبير جدا، هيكون واضح ليك وضوح الشمس. وبقول لك اهو، لو جربت هتدعي لنا وهتستمتع بالبيض الجديد. كان فيديو النهاردة، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اللايك مهم جدا على الفيديو، بيدعم الفيديو وبيخليه يترفع لفوق ويقترح على باقي الناس على اليوتيوب، فما تبخلش باللايك بتاعك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. في بعض الناس بتسألنا ازاي نشترك في القناة، واحنا صراحة بنستغرب، لكنه عادي، يعني مش كلنا بنعرف نتعامل مع اليوتيوب. هو في كلمة اسمها سبسكرايب او اشتراك في القناة، على حسب اللغة اللي عندك، سبسكرايب او اشتراك، تضغط عليها هتشترك في القناة. ما تنساش التعليق بتاعك على الفيديو باي مشكلة بتواجهك، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.